بعيدا عن الجانب التسويقي اللي انت كنت فيه في نادي الزمالك، لكن انت كمان توليت في فتره طويله مدير التعاقدات، تمام. فكنت مسؤولا عن تعاقدات كتيره ابرمتها للزمالك. مين شايف ان هو كان تعاقدات كويسه جدا وتنسب اليك بشكل جيد، ومين حاسمك صفقات حتى لو كانت كويسه لكن لم توفق في الزمالك؟ عرفنا وعرف الناس يعني. حسام الحضري انا اللي جيت من الزمالك، وكان في لعيب في الاهلي اسمه دومينيك دي سيلفا وحسين ياسر محمدي. بس في الوقت ده احنا كنا بنشتغل للاسف على اللاعبين اللي هم اغلبهم فري، لانك ما كانش عندك القدره انك تشتري، ودي كانت بدايه طفره الارقام شويه. فالوقت ده بقى كان في اللي هو كان عاشور الادهم وجيه عبد وجيه عبد العظيم، العظيم، المجموعه دي احمد يونس، كريم زكي. المجموعه دي كلهم طبعا ليهم كل الاحترام طبعا، بس اقصد انه انت ما كنتش عندك، بقول لك، القدره انك تروح تتفاوض مع نادي، هتدفع له منين اصلا؟ وانت بعد مجرد منفذ التوجه ده، لان مش انت اللي بتوفر بالظبط الفلوس. بالظبط ومش انا اللي بدفعها للعيب، بالظبط فبالتالي يحصل له مشكله. بالظبط، انت مجرد اه اداه التفاوض، وان انت بالظبط تخلصها باقل سعر ممكن بالظبط وتجيبها للنادي، ده بالظبط، دورك. زي ما حصل مثلا في الموضوع الاشهر وهو اشرف بن شرقي، ان قدرنا نجيبه ب 400 الف دولار. دخلنا بقى كده على الفتره اللي بقى فيها فلوس. لا انا بس بقارن بالمثال، ان انت ازاي تقدر ان انت على قد ما تقدر تجيب الدي او الصفقه بشكل ما يبقاش مرهق للنادي ماليا. طبعا بقى عبد الله السعيد ما جاش بقى اه ما بتحديه يعني، كملش. حسمته ولكن بس مين بعد لا كده لم ما لم بقولش. لا لا لم لم تستكمل، ولكن بعد كده برضو كان في خروج لبعض اللاعبين، مثلا لبيراميدز، خروج علي جبر للدوري الانجليزي. انت اللي مخرج. ده كان بعد كاس الامم 2017. خروج اللاعبين لبيراميدز دي انت حاسبها من حاجه انت يعني حاجه لا كويسه انا ولا بتكلم وحشه؟ من ضمن فكره المداخيل، وكان برضو من ضمن ان انت بدات تفتح تواصل مثلا مع نادي زي بيراميدز. من بعد موضوع عبد الله حصل تواصل طبعا مع اداره بيراميدز، وقدرت ان انت تجيب في ثلاث لاعبين ارقام جيده جدا في الوقت ده، اللي هم كانوا الكباتن علي احمد جبر توفيق واحمد شناوي. واحمد الشناوي واحمد توفيق، بن شرقي ونجم. بن شرقي كان من ضمن الترشيح، يعني صادف انه تلاقت فكره ان انت مرشحه مع موافقه الاداره الفنيه. في بقى برضو من على بوطيب. بوطيب، ابو طيب ده كان مهاجم المغرب في كاس العالم لما جه. بص، خالد بوطيب كان ليه شق فني، يعني كانت وجهة النظر انه لاعب عنده خبرات دولية كبيرة، عائد من كاس عالم، وعلى فكرة الإصابة اللي ظهرت عنده ما ظهرتش عشان بس الناس لا تشير لحد جوه النادي انه في الكشف الطبي على الولد لم تظهر الإصابة، ظهرت فيما بعد. طبعا من اللعيبة برضو الحمد لله، يعني كنت سبب فيهم يعني بشكل كبير، كهرباء، ما مجيء تجيب. كهرباء. وفي بقى بعض اللاعبين يعني اللي موجودين في اماكن اخرى وكنا مخلصين معاهم، ولكن القرار الفني ما زي مين يعني؟ محمد مجدي افشه. ايوه، هو في انبي ولا في الاهلي؟ هو في انبي. تمام. محمد شريف هو في وادي دجله ولا هو ايه؟ في وادي دجله. كان مين مسؤول عن القرار الفني؟ كانت لجان بقى مختلفة ومديرين فني، لا والمدير المدير الفني الفني طبعا هو موجود. القرار الفني. والله كارتيرون مثلا. اعتقد لا اعتقد كان جروس.